ايه يا ابني؟ معقول الكلام ده؟ الساعه بقت 7. معلش خايف اجيت معاه. هنعمل ايه بقى؟ ده ايه اللي هيجي الساعه 4؟ الخميس سافر الكويت. بتتكلم جد؟ يا حظك يا نهار، يا شمت الناس. اهدي يا نهار اهدي، احسن والله ما يستهلك. لا تشد وشد بقى طبيعي وتلميذ خايف. انا عارف كنت هتتجوزيه ازاي ده. اعمل انا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في خيبتي؟ الناس يقولوا عليا ايه؟ العريس هرب مني ليه؟ لا متأسفين خالص يا حالة المأزوم. حطتونا بس على الفاضي. معلش. يلا حبيبي انت وهو، مفيش شربات. يلا حبيبي شطبنا. راح فين؟ يلا يلا ما تنحش. يلا حبيبتي خلاص شطبنا، طلع شلطة. شاوي شربات على ايه؟ قفل يا دنداني. واجب. يلا يا ريت. هو يلا اوعى يا جدع اوعى. لم منهم علب الملابس، ولا واحد هيخرج بعلبة ملابس في جيبه. نشيبها مفيش جواز وخراب ديار كمان. يلا يا سيدي. خايف اقول اللي في قلبي، تتقل وتعاند وياي. ولو داريت عنك حبي تفضحني يا عيني في هواي. ايه الحلاوة يا عبد ده؟ مش معقول. لا الرئيس متقلب بيغني ولا ايه؟ دي انا. لا حلو. تعالى اقعد يا كمان. تعالى انا اقعد اقعد يا كمان. انا عايز اقول لك حتة خبر مهم جدا. خير؟ انا هتجوز. انا مين يتجوز مين؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول. ليه؟ اللي مش معقول ليه؟ ده كانت هتتجوز خميس. ما هو عشان كده الجرح اللي سببه لها اخينا ده انا حداويه. اما حداوي ايه؟ هو انت حكيم؟ مش جارتنا يا ابني. هو كل واحد له جاره ومتجوزها؟ لها افضال علينا. واحده عملت لك افضال، طب انت كفايه بانك انت تتجوزها؟ ثم ان جوازها مش في صالحها. في فرق سن كبير. فرق سن؟ انت فاكرني كححت؟ لا من حقي اعيش. يلا. الله. انت ناسي انك خالي الشغل وموقوف عن العمل؟ لا وانا ما فكرتش في الحكايه دي لما لقيت شغله في شد الخشب ب60 جنيه في الشهر. على كل حاجه مش هاوحك، لان انا متاكد انها مش هتوافق. لا لا انت فاكر لما كانت هتبيع صيغتها عشان تدفع الكفاله؟ فاكر الكفته اللي جابتها لي في الحجز؟ الكفته ايه يا جدعان؟ الكفته مش كل حاجه يا بابا. اجريها لي انت. يالا اجرالك ايه؟ انت بتعجزني انا؟ حق عليا اللي بعتبرك راجل وباخد رايك كصديق. انا ماليش دعوه، اللي عايز تعمله اعمله. اهو كده. قول لي مبروك. يالا مبروك علي يا بابا. تعالي يا احلام تعالي، زغرتي لابوكي. انا هتجوز انهار. ايه؟ عشان جابت له كفته. انا يا انهار هكون في منتهى السعاده، وربنا يقدرني ويسعدك واعوضك بالحنان عن تصرفات الولد المجنون ده. بس يا عبد الصمد يا فندم. ايوه. عياطي عياطي عشان تغسلي كل الهموم اللي عندك دي، عشان تبتدي عهد جديد كله أمل كله مستقبل. مستقبل؟ أنا حرف على راسي في الحارة دي كلها. أنا هخلي الناس كلهم يقولوا ده من بختها إن الولد ده سابها. بس يا عبد الصمد. اسمعي، انسي كل اللي فات. انسي انسي، احنا أولاد النهاردة. الفرح فرح القلب يا نهارتي. ها؟ مين؟ افتح يا عزوز. انا خميس. خميس مين؟ مش عارف خميس مين. افتح يا جدع. انا خميس عزوز. عزوز مين؟ عزوز انت. خميس مش هنا. خميس مساف. اديني عمار. افتح يا اف. يبقى انت. يا خبر.
ما تكلم يالا انت يالا. ايه؟ ايه حصلت حاجات رهيبة. ايه؟ انهار الجوازة. كده بسرعة؟ جوزت مين؟ كمالي؟ لا ابوه. يا نهار زي بعضه. ابوه. اما حتة مفاجأة. لا ولسه المفاجأة التانية اللي عرفناها امبارح بس. ايه خلفت؟ هتخلف بالالكتروني؟ امال ايه اللي حصل؟ بيقول لك يا سيدي كان عندها اوقاف والاوقاف اتحلت ورثت بقى اطيان وعقارات وحاجات كتيره ملهاش اول من اخر كده. معلش ملناش نصيب مش مهم. وايه تاني؟ لا بلاش بقى. لا قول. لا يعني بلاش نقول لك على الجواب. جواب ايه؟ الجواب اللي جالك من الكليه. جواب ايه اللي جالي من الكليه؟ فصلوك. بجد؟ بسيطة. مع السلامة. شكرا. انت عليك الدور. شكرا يا باشا مرد. اتفضل. باشا مرد من كل الله اللي كنت السبب. كان فاضل سنتين وبقى اجدع من اللي قاعد جوه. ممكن تجيب لنا كوباية مية يا اخينا؟ كوبات مية؟ ايوه كوبات مية. حاضر يا اختي هجيب لك كوبات مية. الله. خميس انت ايه اللي جابك؟ بلغ تشماته صحيح. بوصل مشوار لغايه الكويت عشان اجيب لك قرشين ارجع الاقيك متجوزه الراجل الخنشور اللي اسمه عبد الصمد. اخرس. الله يسامحك. ده لو شافك هنا هو هيقتلك. لا ده لو كمال اصحاب قوي. وبعدين كمال مش موجود وعم عبد الصمد كمان مش موجود. مفيش غير العيال الصغيرة مش كده؟ مع السلامة بقى. لا شوف يا بنت الحلال بما اني غلطانة في حقي لازم صافي الحساب اللي بينا. حساب ايه؟ انت اتجننت؟ قبل انهار اقطع الفاصوليا؟ في عرضك امشي ما تفضحنيش للعيال يشوفوه. ما احنا لازم نصافي الحساب هنتفاهم وكل حي له حاجة هياخدها هياخده ولا انت حرة بقى؟ عايزين اقع مع عبد الصمد افندي وتبقى حكاية؟ يا قبلة. طيب يا حبيبتي جاية. انا هجيلك بس ارجوك ما تجيش انت هنا. طيب هستناك بكره. مين؟ خميس. ما حاجه غريبه قوي. اهلا يا بابا. هات عنك. هنا انهار. انا هنا عبد الصمد افندي. ازيك؟ الحمد لله. روح انت يا احلام. انهار انا عايزك. خير يا عبد الصمد افندي؟ انا تخيلت بواحد زي خميس. هو كان هنا؟ نعم. خميس. خميس مين يا اخويا؟ سلمت الشوف ده خميس في الكويت. هما مش بيقولوا برضو انه في الكويت. اما راح اشوف اللي على النار. اما انا عامله لك شويه فاصوليا انما ايه هتاكل صوابعك وراها. انا ايه اللي خلاني اكتب؟ يا ريتني كنت قلت له الحقيقه. يا ريتني. خميس كان بيعمل ايه هنا يا احلام؟ خميس؟ اه اصلي نسيت اسال انهار. مش عارفه والنبي يا بابا. انا اصلي كنت بقطع الفاصوليا وبعدين خرجت انده على قبله فلقيتهم واقفين بيتوشوشوا مع بعض بس مش عارفه كانوا بيقولوا ايه. انا بقى عارف. امال بتسالني ليه بقى يا بابا؟ طب روح انت. روحي. طيب طيب. من مين؟ ولا خميس ابعد عن طريقي وانسى اللي كان بينا ان كان عندك ضمير. سيبني عايشه في حالي مع جوزي وكفايه لحد كده. ارجوك باسم القرابه اللي بينا وباسم كل حاجه كويسه بلاش فضايح. بقولها لك بالذوق وما تفتكرش اني ضعيفه. لو حاولت تفضحني هستبيع وقتلك. طيب انهار صباح الخير. ايوه انهار.
انا عايزه اتكلم معاك كلمتين. انا في مشكله كبيره قوي ولازم يبقى لي حد اقوله على وجعتي، وانا بعتبرك زي اخويا. ايه اوعى تشتكي من عبد الصمد. ما انا بقيت حماكه دلوقتي. لا خميس رجع. طب انت مالك وماله؟ ما هو جالي هنا. وازاي يجيلك في غيابنا وعايز ايه؟ بيقول اني اتفاجئ بالجوازه دي والمفروض كنت استناه. ده الكلام الفارغ ده؟ ابوي عارف؟ لا ما عرفش، بس هو سالني وانا كدبت عليه وقلت له ما شفتوش. ابويا ممكن يطب ساكت في حاجه زي كده، بس انا بعت له جواب قلت له ابعد عن سكتي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ انا عارفه بقى، الواد لازم يختفي خالص، ابويا كمان مش لازم يعرف، فاهمه؟ هو يتجوز وانا اللي اشيل همه. كمال اهلا يا راجل بالحوض. ازيك يا ابو كمال؟ وحشني. ازاي يا راجل تسيب كليتك واشتغل خمرجي؟ انت هتستعبط من اولها يا خميس؟ قصدك على حركه كتب الكتاب؟ وماله يا عم، بتحصل بحث العائلات. انت سائل هبل على العبط ولا ايه؟ على كل حال دي حاجه وانتهت، وهبوك حل المشكله واتجوزها. في الحاله دي بقى انا اللي من حق اخد على خاطري منكم. تتجوزوا خطيبتي ازاي؟ مش عيب؟ عشان كده رحت لها البيت. شوف يا كمال يا صاحبي، انا لا انهار ولا غير انهار يهموني، انا كل اللي يهمني اني ما اطلعش من المولد بلا حمص. يعني ايه؟ يعني انا سافرت الكويت، جربت حظي هناك ورجعت ميح، واترفدت من الكليه. يعني الحاله باختصار جيم، والبنت تطلع لها اوقاف تمام، عندها فلوس، اخد شويه وانتوا حلال عليكم الباقي. يعني زي ما توقعت بالظبط، عمليه ابتزاز حقيره. ليه بقى التسميات الكبيره دي؟ الراجل ابوك اقدر افضحه واخلي رقبته في الحته زي السمسمه. انا عمري ما كنت اتوقع انك انت بالحقاره دي. حقاره؟ عشان بطالب بشيء من فلوس؟ دي كانت هتبقى فلوسي، سبت لكم البيعه بحالها. مش عايزين تدوني حاجه؟ حتى الطبع وحش يا اخي. تضربنا كمال؟ الله يسامحك، عشان خاطر الصداقه اللي بينا مش هرد لك الالم ألمين. هات كمان علبة سلم. حاضر. أيدهم على حساب الواد ده. حاضر. عشان بحبك وروحك. ايه الاسلوب ده؟ خميس خميس خميس، حصل ايه يا جدع؟ كام شهر؟ لقيتهم لقيتهم. شفت بعين؟ شفت ايه؟ شفت 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 ايه الحكومة؟ شفت شفت. هتهمد وتتكلم. جماعة عويس، جماعة عويس اللي عمي ظبطوه مع مراته. جماعة اللي عايزين يقتلوك انت كمان. طب ده قربت انسى. أنا كنت نسيت نهائي. طب وانت هم يعرفوك؟ ما افتكرش. ما تفتكرش؟ ولما انت ما تفتكرش خايف ليه؟ ما هو معنى انهم جم لحد هنا اهو، يبقى حد دلهم على عنواني. أنا خلاص ما فيش قدامي غير ان امشي. اعمل ايه؟ ماشي. يا جدع انت ما تبقاش جبان. جبان ايه؟ هو بعد العمر عمر عشان تقول لي جبان؟ يا جدع انت هتروح في انهي داهيه؟ اهو اي داهيه، اي داهيه والسلام، بعيد عن الاكل. انهار. ابويا تقريبا حاسس بكل حاجه، قاعد فوقته سكت على طول، ما بيكلمنيش، ما بينطقش معايا ولا كلمه. اقول له انده لك ما بيردش عليا. انا خايف عليه قوي، ما تحاولي تاخديه وتخرجي. مش هيرضى. بقول لك ما بيكلمنيش. اسمعي، تعالي نتحايل عليه. مساء الخير يا حاج. اهلا يا كمال. ما تقوم تخرج شويه. اروح فين؟ اقول لك، روح زور الاوليه، السيده زينب، سيدنا الحسين. اما انا شفت لك حته حلم انما هايل، عشان كده لازم تروح تزور. لا معلش يا كمال يا ابني، مره تانية. وحاج كمال عندك لانت قايم تروح تزور. يلا انهار، هات له جاكيته بتاعته. يلا قوم اتكل على الله، وبقى رنا الفاتحه هناك ان شاء الله غمه وحزول. بكنا ستير حريق
من مية الحنفية. خميس خميس اصحى خميس خميس. انا جبت لك الكباب خميس. انت يا جدع اصحى يا جدع. خميس انت يا جدع. خميس انت يا جدع. خميس انت يا جدع. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. الست انهار السيد متولي موجوده؟ ايوه موجوده. طب عايزينها من فضلك. طب اتفضل. مين اللي كان بيخبط يا كمال؟ ده البوليس. البوليس عايزين انهار. عايزين انا؟ ايوه. ليه؟ مش عارف. البسي هدومك وتعالي نشوف عايزين ايه. حاضر. بس الله يخليك ما تسيبنيش. خليك جنبي. انا خايفه. خايفه قوي. ربنا يستر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اسمك؟ أنهار. أنهار السيد متولي. السن؟ 26 سنة. تعرفي إيه عن خميس؟ أعرف إنه ابن خالتي. يعني ما كانش في صلة بينك وبينه؟ ما أنا قلت لحضرتك إنه ابن خالتي. بس كده؟ لا، هو كان خطبني فترة، لكن بعد كده سيبنا بعض. الظاهر كنت ناسية. لا أبدا، بس متلخبطة شوية. ما كانش فيه خلافات بينكم؟ لا طبعا ما كانش فيه. ما فيش بيني وبينه أي حاجة خالص. وأرجوك يا حضرة الوكيل، أنا ست متجوزة ومش عايزة أي شوشرة. طب شوفي الجواب ده كده، مش ده خطك؟ لا. خطك ولا مش خطك؟ خطي. يوم 14 من الساعة 7 للساعة 9 ساعة وقوع الجريمة كنت فين؟ مش عارفة. افتكرت كنت انا وجوزي بنزور اولياء اللي حي الصالحين. تعرف ايه عن الحادثه؟ ما اعرفش حاجه خلاص. يعني ايه؟ انت كنت مقيم معاه؟ كنت، بس قبليها بيومين عزلت. ليه ازاي؟ ما انا كنت اشتغلت عند واحد بتاع عصير قصب، فاني قلت اسكن حداه يعني توفيرا للمواصلات. انا حسيت انه اتغاظ لما رجع ولقى خطيبته اتجوزت عبد الصمد. وهي ما شفتهاش عنده قريب؟ لا، ما هو لا مؤاخذه، لو كان حصل حاجه زي كده كنت انا وزعت نفسي. حكم انا جاهل صحيح بس افهم في الاصول. يا فندم ما تتعبش نفسك، دور على القاتل الحقيقي. لا يمكن تكون هي القاتله. ليه؟ يا فندم انهار بنت حلال مش بتاعت الحاجات دي. ثم ان حكايه الجواب دي هي كتبته في ساعه غضب، كانت تقصد تهوشه مش اكتر يعني. كانت على فلات معانا. هما كانوا مخطوبين لبعض. وبعدين ضايق شويه وكل شيء راح لحاله. وبعدين سيادتك استدعيت بابا، هو هيقول لك عن الحقيقه. وايه هي الحقيقه؟ انهار كانت مع بابا وقت وقوع الجريمه بالظبط يا فندم. تعرف ايه عن موضوع خميس يا عبد الصمد؟ اعرف ان وقت سلوكه بطال ووشه بجح، واللي مشي بطال لازم تكون اخرته كده. ابنك بيقول انك استحبت مراتك يوم 14 في الفتره من 7 ل 10 مساء لزياره بيوت الله. لا، ما حصلش يا سعاده البيت. امال كانت معاك فين؟ في الفتره دي بالذات والتاريخ ده. انا رجعت البيت الساعه 6 ما لقيتهاش. رجعت الساعه 11 بالليل. الله، انت بتقول ايه يا بابا؟ افتكر كويس. افتكر ايه بس؟ تفتكر لها كانت معاك؟ مش كنت بتزور الاولاد؟ لا، ما حصلش. ما حصلش ازاي بس؟ من فضلك بلاش تاثر على الشيء. يا فندم انا بحاول افكره. بوضوح، كانت معاك ولا ما كانتش؟ ما قلت لحضرتك ما كانتش معايا. ده حاجه تجنن. وبعدين معاك؟ اتفضل. انت انا هتكلم ازاي؟ ابويا يعمل كده؟ مش عارفه يا كمان، انا خلاص رحت البيت. لا شد حيلي كده يا ماما. قولي لي، انت كنت متاكده ان انت في الوقت ده كنت مع ابويا؟ اخسى عليك يا كمان، ده كلام تقوله برضه. انا بس حبيت اتاكد، مع اني متاكد. طب ليه يا عم صمد تشهد الشهاده دي؟ ليه؟ انا هتجنن. انهار، انا عادي تطمني خالص، طب انا هعرف كل حاجه. هبعت لك عيش وحلاوه، قصدي عيش وكفته هبعتهم لك. مع السلامه. الحمد لله. الحمد لله انك وديتها في داهيه.
انا ما وديتش حد في داهيه، اصلك ما تعرفش حاجه. طب ما تحكي لي. احكي لك اقول لك ايه؟ اقول لك انها اتجوزتنا علشان تداري فضحتها. فضحتها؟ ايوه. يوم الدخله اكتشفت كل حاجه وكتمت في قلبي وقلت عفى الله عما سلف، وفاجأ بأن الحكاية كلها لعبة وإنها لسه على اتصال بالواد خميس. يا بابا أنت غلطان، مفيش لعبة ولا حاجة. منها لله، عيشتني طرطور. محدش مس كرامتك. يعني إيه؟ أنا مجنون؟ بخرف؟ على العموم الحكومة هتنتقم منها بمعرفتها وهتريحنا منها. بصراحة بقى أنت اللي هتنتقم منها لوحدك. روح اشهد ضدي وقول لهم أبويا كذاب. يفرجوا عنها ويحبسوني أنا. يا بابا دي انسانه في ورطه، هنروح فين من ضميرنا؟ انت عندك قضيه رشوه، عايزين ربنا يسترها معانا. انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي؟ انا حر في تصرفاتي. ليه كده يا ربي؟ ده انا غلبان. ايوه كده افتكر ربنا، واللي ظلمناهم نحاول نرضيهم. قصدك ايه؟ لا 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 ما قصديش ولا حاجه، انت بس خليك مستريح. طب وانت في ايدك ايه يعني عشان تعمل؟ مفيش غير اننا ندور على القاتل الحقيقي، لو لقيناها هتطلع هي منها. بالك انت ولا اجدع محامي. بس انا في حاجه لفت نظري، اللي قتل خميس شخص قوي مش ضعيف. يا عم قوي ايه؟ ده اتقتل وهو نايم. مساله عايزه تفكير جامد. قال انت بتبات فين يا ده عزوز بعد ما شمعوا الاوضه؟ لاني ما قلتلكش، مش خدت اوضه في الشرابيه جنب الراجل بتاع العصير؟ لا لا لازم اقوم دلوقتي، الا مشواري بعيد وانا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده. ادفع لي يلا يا دنداني. مع السلامه يا عزوز. يلا بينا احنا كمان. يلا ادفع لي يا دنداني. حاضر. قول يا دنداني. ايه الواد عزوز اللي فين دلوقتي؟ في بيته طبعا. تعرف الاوضه اللي ساكن فيها؟ اه قال لي على الالوان. يلا بينا نروح. ايه اللي حصل؟ ما احنا كنا لسه معاه دلوقتي اهو. يلا بس هقول لك بعدين. ايه اللي حصل؟ مين؟ افتح يالا. يالا اهلا خطوة عزيزي. يلا البس هدومك. ليه؟ هنروح بلدكم. بلدنا يا لهوي. ايه ما تخافش مش هعرفوك، هنخفيك. طب وهنروح ليه؟ هتفهم كل حاجه دلوقتي. طب وهتخفيني ازاي يعني؟ هتلبسني طاقيه الاخفاء؟ شوف اما اقول لك، احنا بنلعب لعبه يا صابت يا خابت. يلا دندان يلا عزوز. مش ممكن مش ممكن. ليه؟ هاخد العربيه ورجلك فوق رقبتك. لكن انا محتاج لها. محتاج لها ده ايه؟ هو انت ما تعملش خير ابدا؟ خير ايه يا اخي؟ ايه هتودوها ملجا؟ ملجا ده ايه؟ ايه؟ هات مفاتيح العربيه والا هستخك قلم اخلفك. الله ايه كمان؟ هات. ساعتين وهكون عندك العربيه. ايوه كمان بس ما تاخرش. هتاخر. هو ده بيت الراجل اللي شفته من جماعه عويس بيراقب البيت. اثبت يا عسكري عزوز، نروح في داهيه. تعال تعال اعدي شنبك عشان ما تتكشفش. ماني خايف. خايف من ايه؟ محدش عرفك وانت كده. هو ده؟ ايوه ده. مين بيخبط؟ افتح. هو دي الحكومه. ابوض عليه. تعال تعال ابوض عليه. ابوض عليه. اللي حصل مش عارف ايه اللي حصل. مش انت اللي قتلت عزوز؟ انا ما قتلتش حد. كل شيء انكشف ومعانا الدليل. احنا بننتقم لشرفنا يا سعاده البيت. ده حاجه تانية بقى. السلاح اللي استعملته فين؟ في جرن القمح. بس ازاي عرفته يا سعاده البيت؟ مفيش حاجه تخفى على الحكومه. حصل. كمان يا فندم. افتح معدر وخدها اواله. انا ما بعرفش اكتب. ايه؟ ما بعرفش اكتب. ما تعرفش تكتب ازاي؟ هتفضحنا وهتودينا في داهيه. انت طلع ورقه وافتح معدر وخدها اواله وخليه يمضي لغايه ما نشوف السلاح. ما تنح ليه؟ حاضر يا صاحبة البيع. ده برضه هتنح. حاضر يا بيع. ايه دي؟ يا ابوي دي المعزة ماتت. بش احنا الحكومة ما يهمناش اي معزة. ربنا يستر. احنا عملنا اللي علينا اكتر. نعم. عايزه ايه؟ مش كفايه اللي حصل لنا من تحت راسكو؟ كمان انا جايبه بابا لحد هنا كمان. دورت عليك في كل حته. يا ست كتر خيرك. قلبي معاك. كتر خيرك. بابا هدوا المرض
وجاي النهارده عشان يعترف ان هو اللي لف قضيه الرشوه لباباك. وايه اللي قلب الدنيا كده؟ الواد شرده اللي كان بيشتغل عنده كان زله بالمساله دي هي، وهدده ان هو هيعترف، فبابا قال هتيجي مني انا، وامله في ربنا كبير ان الحكم يتخفف عليه. كمال انا بحبك ارجوك. سكمال انهار، سابوني يا سكمال، ازاي قدرت تخرجني؟ ذكاء خارق وبصيره نافذه. الراجل اللي كان مراقب عزوز وعرف مكان سكنه دخل الاوضه اياها بالليل، لقى شخص نايم قام قتله. هو افتكر عزوز مع ان اللي كان نايم كان خميس. الف مبروك يا نهار. كتر الف خيرك يا سكمال. يا سيدي ده اقل ما يجب. انا هعيش طول عمري حافظه لك الجميل ده يا سكمال، وانا بقى هروح اعيش عند جماعه قرايبي في الموسكي. وهو كذلك نوصلك. هيا بنا ايها الساده نركب عربه العنتبلي الفارهه. ودي عربيه دي يخت. ما تنقش على حماه كمال. اوام عملتوه حمايه؟ اه صح. هم يا فارس الظابط، هم دول اللي خدوا العربية. خدوني معايا. شوف مقول لحضرتك، إذا كان على الخروف ولا المعزة احنا مستعدين ندفع تمن. تتكلم عن إيه؟ أنا متأسف يا كمال، أصلهم زنقوا عليا في التحقيق، قلت لهم إن أنتوا العصابة اللي سرقت الدكان، أنا متأسف. يا ابن ال يلا خدوني معايا. هيحصلك بالكفتة يا سي كمال. الكفتة؟ كفتة وطرب والنبي يا نهار. أنا بحبك قوي يا كمال. وأنا كمان. كل العيلة دخلت في السجن، إشمعنى أنا اللي مش هخش السجن؟ ما إحنا بينا رد سجون. يلا يا حبيبي. كفته وطرب يا انهار. ها ده احنا هناكل طرب.